مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلوة سهلة وسريعة. عنا فضلات كيك، 150 ملي حليب، كمان حوالي نص كوب حليب، ملعتين طعام سكر بودرة، 100 جرام جبنة ماسكربوني او كيري، وظرف كريمة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط كيك بقلب الجات وبترك شي خفيف للزينة. بفرطهم بهيدا الشكل عن بعض. بس فرطت الكيك بهيدا الشكل، هلا بحط الحليب. بسم الله. بعجنهم مع بعض. هلا بمدهم بأرض الصينية. اكيد بمدهم نفس المستوى. بس مديتهم بهيدا الشكل، هلا بحطها لصينية على جنب. هلا بدنا نعمل الكريمة مع بعض. بحط الكريمة فوق الحليب، بخفقهم على سرعة عالية. بس خفقت الكريمة بهيدا الشكل، هلا بحط السكر وبكفي خفق. خلصنا خفق الكريمة والسكر. هلا بحط الجبنة، بخفق على سرعة خفيفة. انتهينا من الخفق. هلا بحط الكريمة على وجه الكيك. بمدها اكيد نفس المستوى. بعد ما مديت الكريمة بهيدا الشكل، هلا بدنا نفرفة الكيك اللي بقي عنا. هيدا الكيك اللي بدنا نزين فيه وجه الكريمة. هلا بدنا نزين الكريمة. حلو، كتير سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير. الزينة اكيد حسب الرغبة. انا عندي فستق حلبي، رح اعمل بهيدا الشكل زين. بدي احط كرز كمان بهيدا الشكل. هيدي الحلو بعد ما زيناها اخدت بالتحضير حوالي 5 دقايق. فينا ناكلها هلا وفينا نحطها بالبراد حوالي ساعة. هلا هيدا الحلو بعد ما حطيتها بالبراد ساعة، لنشوفها كيف طلعت مع بعض. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. هيدا الحلو اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.